العود الشرقي آلة وترية تاريخها موغل بالقدم، يرجعه البعض إلى زمن سيدنا نوح عليه السلام. وكلمة العود تعني في اللغة العربية الخشب، وقد أبدع المصريون في هذه الصناعة وطوروها حتى تصبح الآلة الأولى في التخت الموسيقي العربي. يعتبر العود آلة رئيسية في التخت الموسيقي الشرقي، وفي التاريخ الحديث تفوقت القاهرة في صناعة الأعواد، ففيها أشهر وأمهر الحرفيين في صناعة العود، وبذلك غدا العود المصري ذا سمعة عالمية جعلت كبار الملحنين والمطربين في العالم العربي يفضلونه على غيره. ويعتبر شارع محمد علي بالقاهرة من أشهر المناطق المتخصصة في صناعة العود. يتألف العود من عدة أجزاء، هي الصندوق ويسمى أيضاً القصعة أو ظهر العود، الصدر أو الوجه والذي تفتح فيه فتحات تسمى قمرية لتساعد على زيادة رنين الصوت وقوته، الفرس ويستخدم لربط الأوتار قرب مضرب الريشة، الرقبة أو زند العود وهو المكان الذي يضغط عليه العازف على الأوتار، الأنف أو العظمة وتوضع في رأس زند العود من جهة المفاتيح لإسناد الأوتار عليها ورفعها عن الزند، المفاتيح وعددها 12 مفتاحاً وتستخدم لشد أوتار العود، الأوتار وهي 5 أوتار مزدوجة ويمكن ربط وتر سادس إلى العود، الريشة والتي تستعمل في العزف وهي التي تساعد على الرنين وهي أيضاً أساس العود، وبدونها لا يمكن صدور أي صوت. وأفضل أنواعها المصنوعة من العاج لأنها تقوي الصوت. ومن أشهر العازفين على آلة العود الموسيقار رياض الصنباطي، وكذلك الموسيقار فريد الأطرش، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والموسيقار محمد الأصبجي. استراحة فنية بعد الحوار والجدل عن سواء القوانين اللي تم نقاشها في البرلمان في 2016 والمنتظر في 2017، زائد الفقرة الثانية اللي كانت تتكلم على الدبلوماسية والسياسة المصرية واتجاهاتها وانفتاحها على العالم في 2016 وطموحها ايضا في 2017. تعالوا بقى ناخد فترة كده ونسمع صوت جميل ونسمع موهبة جميلة في مصر جميلة. اسمحوا لي ارحب بضيف وضيف حضراتكم، برحب بالمطرب وعازف العود رامي ابو الفتوح. اهلا بيك يا رامي، صباح الخير. سعيد ولا ايه؟ لا خالص خالص، مستمتع جدا بالجو. اهلا بيك، وانت طبعا يعني مغرم بالموسيقى العربية، انت مؤسس باند الموسيقى العربية في نفس الوقت بتحاول احياء موسيقى التسعينيات والتسعينيات. النهارده هتقدم لنا ايه الاول الموسيقى العربية؟ ممكن في حاجات كتير، في مثلا ممكن نبتدي بحاجه الاستاذ سيد مكاوي، يعني جميل. كانوا حابين ان انا اقولها، وفي الاستوديو كمان ضاغطين علينا وانا بحبها جدا برضه، فممكن نقولها يلا يعني على بناء على رغبه فريق العمل. يلا اتفضل. وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك، وحياتك وحياتك يا حبيبي
ريح قلبي معاك. قلوب الحب معايا معايا وتعب وتعب الشوق وياك وياك وياك. وما تفوتنيش انا وحدي متفوتنيش انا وحدي متفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك. متخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. متفوتنيش انا وحدي متفوتنيش انا وحدي متفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. خلي شويه عليا وخلي شويه عليك. خلي شويه عليك. خلي شويه عليا وشويه عليك. شوف راح منه كام ساعة شوق ومحبة شهر بعد خصام. عمري هوانا بيجري بيجري شوف راح منه كام ساعة شوق ومحبة شهر بعد خصام. يبقى الحب تاي مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين. يبقى الحب تاي مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين. لكن ليه امتى يا عيوني انت نبقى حبايب ومش حبايب لحد امتى؟ وارجع تاني واقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك. وانا وارجع تاني واقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك. وارجع تاني واقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك. ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. خلي شويه عليا وخلي شويه عليك. خلي شويه عليك. خلي شويه عليا وشويه عليك. جميل جميل يا رب. احسن ربنا يخليك. بنتكلم يعني بدايتك كانت ازاي بس سريعا جدا. والله الحمد لله. يعني انا اولا ابتديت ان انا طبعا عادي كلنا بنغني طبعا في المدرسه واحنا صغيرين وكده اهو. فابتديت ان انا احاول انوي الموهبه بتاعتي انميها في نطاق ان انا حابب ان انا اتعلم اخد خبره اكتر. ابتديت ان انا ادرس موسيقى. درست فعليا في دار الاوبرا وفي تربيه موسيقيه الحمد لله. درست اصوات وبعدين درست قسم عود. وابتدى بقى مشواري ان انا دخلت اشتركت في كذا فرقه وربنا وفقني لحد ما بقى عندي باند والحمد لله بقى ليا كمان جمهور كويس
توفيق توفيق ونورتنا. الوقت كان قصير جدا لكن في وعد انك تكون معانا ان شاء الله مره ثانيه. ان شاء الله باذن الله. واحسنت. وان شاء الله مصر جميله دايما بوجود الفنانين والمثقفين والسياسيين، بوجود رؤيه جديده ومرحله جديده في مصر كلنا كمصريين بنتطلع عليها وبنتمناها. شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا طارق. الى اللقاء غدا ان شاء الله وحلقه جديده.